محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنراجع مع بعض مادة الدراسات الاجتماعية الصف الثاني الإعدادي الترم الأول لسنة 2023. هنبدأ بأول حاجة يا شباب، هنبدأ الخريطة، لأن الخريطة هي اللي بتجيلنا أول سؤال. طبعا أهم حاجة عندنا كدراسة السنة دي إن احنا بندرس خريطة الوطن العربي، والسؤال الأولاني مش هيجيلي غير خريطة الوطن العربي، يعني مش هيجي خريطة أوروبا، مش هيجي خريطة العالم، مفيش غير خريطة الوطن العربي اللي عندي طول السنة بالنسبة للترمين للصف الثاني الإعدادي. هنبدأ طبعا، أنا عاملة كذا نقطة لأنها مراجعة، فعاملة أكتر من نقطة اللي هم مهمين والمطلوبين دايما في الامتحانات. أول حاجة رقم واحد البحر، البحر إيه؟ رقم واحد هنا البحر المتوسط، يبقى رقم واحد البحر المتوسط. رقم اتنين مضيق، رقم اتنين هنا مضيق، هنا ايه؟ مضيق جبل طارق، وهنا مضيق جبل طارق اللي بيربط بين البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي، يبقى رقم اتنين مضيق جبل طارق. على طول هنكتب جبل طارق. رقم تلاتة سلاسل جبال، رقم تلاتة هنا الرقم قريب من البحر الأحمر، يعني هنا سلاسل جبال المقصود بيها سلاسل جبال ايه؟ البحر الأحمر، يبقى سلاسل جبال البحر الأحمر. رقم أربعة، هنا رقم أربعة المحيط الهندي، وهنا بيقع في جنوب الوطن العربي المحيط الهندي، وعرفنا الدولة العربية الوحيدة اللي بتقع في مياه المحيط الهندي دولة جزر القمر. طيب بعد كده رقم خمسة اقليم مناخي، رقم خمسة اقليم مناخي، هجري على طول على الخريطة اشوف رقم خمسة فين. في جنوب موريتانيا، تمام جنوب موريتانيا، يعني هنا الاقليم المناخي المداري، لان الاقليم المناخي المداري هو في جنوب اقليم في جنوب موريتانيا، يبقى المناخي مداري. خلاص كتبت الكلمة اللي هي اللي احنا عايزينها، الاقليم المناخي المداري. بعد كده رقم ستة دائرة عرض، تعالوا نشوف كده دائرة العرض فين. هو المفروض يبقى فيه خط كده، خط بالعرض في نهاية خريطة الوطن العربي، وهنا ده بيدل على ايه؟ على انه دائرة الاستواء. دائرة الاستواء زي ما احنا شايفين هي في نهاية دولة الصومال، ودولة الصومال دولة عربية. دائرة الاستواء في جنوب الوطن العربي في نهاية دولة الصومال، يبقى هنا دائرة عرض ايه؟ الاستواء. عندي دائرة مهمة برضو بتعدي في الوطن العربي اللي هي دائرة مدار السرطان، ودائرة مدار السرطان هي بتبقى في المنطقة دي، بتعدي في جنوب مصر، في جنوب مصر يعني تقريبا في وسط الوطن العربي. بعد كده رقم سبعة هنا خليج، قال لي خليج، هنا عندي هنا الخليج العربي وهنا خليج عمان، لكن الرقم هنا على الخليج العربي، يبقى رقم سبعة الخليج العربي. رقم 8 دولة بها مشكلة سكانية، دولة بها مشكلة سكانية، والدولة اللي بها مشكلة سكانية رقم 8 هي مصر. وإيه هي المشكلة السكانية؟ إن عدد السكان أكثر من الموارد المتاحة نفسها للسكان، يبقى دولة مصر. بكده يكون خلصنا السؤال الأول بتاعنا الخريطة. انا مش حاطاه في الاول، بس انا بدات بيه عشان هو بيجي اول سؤال في الخريطه، وهنبتدي بقى من اول المراجعه نشوف المراجعه بتاعتنا، ونبتدي نشتغل من اول سؤال، سؤال موضوعي وسؤال مهم ودايما بيجي في الامتحان سواء في ماده الجغرافيا او ماده التاريخ. اكتب ما تشير اليه العبارات الاتيه، يعني بيجي لي هنا تعريف او مفهوم جغرافي، وانا احط الكلمه كلمه واحده او كلمتين دالين على هذا التعريف او هذا
المفهوم الجغرافي. رقم واحد الموقع بالنسبة لليابس والماء. الموقع بالنسبة لليابس والماء، اليابس اللي هي الأرض، الموقع الجغرافي. يعني أنا لما عاوز أجيب الموقع الجغرافي لمصر هقول هي بتطل من جهة مثلا الشمال اللي هي المية على البحر المتوسط، تمام، ومن جهة الغرب اليابس اللي هي ليبيا. طيب بعد كده رقم اتنين، أودية كانت تملأها المياه القديمة ثم جفت مثل وادي العلاقي. هنا أودية جافة، الأودية الجافة هي المكان اللي كان فيه الأنهار وجفت، أو الحوض يعني حوض المية. يبقى أودية كانت تملأها المياه القديمة ثم جفت مثل وادي العلاقي، أودية جافة، أودية جافة. رقم تلاتة، الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، الموقع الفلكي. بعد كده رقم أربعة، جبال التوائية بتمتد من الغرب إلى الشرق، في طبعا في ثلاثة دول، الجزائر وتونس والمغرب، جبال أطلس. وطبعا جبال أطلس متقسمة في الشمال أطلس التل، وفي الجنوب أطرس الصحراء، ما بينهم هضبة الشتوت. أرض منخفضة في الصحراء صالحة للحياة، بها أبار وعيون. المناطق اللي نقدر نعيش فيها يا شباب في الصحراء لازم تكون فيها مياه أبار وعيون، وهنا بنسميها الواحات. بعد كده السؤال اللي بعده، الأهمية وقت الحرب والأزمات ووقت السلم. الأهمية وقت الحرب والأزمات ووقت السلم، هنا الأهمية الاستراتيجية. الأهمية الاستراتيجية يعني أهمية الموقع الجغرافي للمكان نفسه، للمضيق أو للبحر أو الخليج. يبقى زي مثلا قناة السويس لها أهمية استراتيجية، لأنها لها أهمية وقت الحرب، لها أهمية وقت الأزمات، لها أهمية وقت السلام. إزاي الكلام ده؟ يعني أنا ممكن أغلق القناة في وجه الناس اللي عايزة هتعدي عندي، لكن هي راح تحارب دولة عربية أو راح تحارب دولة صديقة، بالتالي أنا ممكن أقفل أبواب القناة. لكن أنا أفتح القناة إمتى؟ في التجارة وفي التبادل التجاري، فهنا يبقى أهمية وقت السلام. يبقى الأهمية وقت الحروب والأزمات ووقت السلم هي الأهمية الاستراتيجية. جبال انكسارية تقع على ساحل الشرقي للبحر المتوسط. الجبال الانكسارية اللي هي تكونت نتيجة حركات انكسارية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط هي جبال الشام. نبص كده هي موجودة فين؟ في المنطقة دي، هنا في الساحل الشرقي للبحر المتوسط، واسمها جبال الشام، ونتجت عن طريق الحركات الانكسارية. يبقى جبال، هنكتب جبال الشام. بعد كده هي الزيادة السكانية الناتجة عن الفرق بين عدد المواليد والوفيات. الزيادة السكانية اللي بتنتج عن الفرق بين عدد المواليد والوفيات. نبص للمواليد، دي حاجة طبيعية، الناس اللي بتتولد دي حاجة طبيعية وحاجة من عند الله سبحانه وتعالى، والوفيات هكذا برضو، اللي بيموت ده حاجة من عند الله، يعني دي حاجات طبيعية. يبقى هنا هنسميها زيادة ايه؟ طبيعية. يبقى الزيادة الطبيعية هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. بعد كده تعني انتقال الفرد من مكان لمكان أو منطقة أخرى بغرض الإقامة أو العمل. أنا هسافر، هاجر عشان أقيم في مكان معين أو عشان الشغل، وهنا بنسميها الهجرة. الهجرة عامة، سواء الهجرة الداخلية أو الهجرة الخارجية، لكن أنا عندي تعريف الهجرة عامة. بعد كده منطقة تنشأ حول المدن الكبرى دون تخطيط، مثلا حول مدينة القاهرة، وتفتقر للمرافق والخدمات، يعني ما فيش فيها مية ولا كهرباء ولا صرف صحي، ودي هنا بنسميها العشوائيات. العشوائيات اللي هي البيوت الملتصقة جنب بعض، العشوائيات، وبتفتقد لإيه؟ للمرافق. وطبعا التعريف ده مهم دايما، ودايما بيجي سؤال عن العشوائيات، سواء هنا اسباب العشوائيات او ايه هي. بعد كده زيادة عدد السكان في فترة زمنية معينة او خلال فترة زمنية معينة. زيادة عدد السكان او زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة اللي هي النمو السكاني. النمو السكاني، يبقى هنكتب مع بعض، برافو عليكم، النمو السكاني. يبقى التعريف ده هام برضو، زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة، النمو السكاني.
طيب بعد كده نسبة عدد السكان إلى المساحة التي يقومون عليها، يعني أنا عايز أجيب عدد السكان لكل كيلومتر، يعني في الكيلومتر بيبقى فيه كام، يبقى ده اسمه الكثافة السكانية. أنا بجيب كده الكثافة السكانية، والكثافة السكانية هي إن أنا هقسم عدد السكان على المساحة التي يقومون عليها. بعد كده حشائش تنمو بين إقليم البحر المتوسط والإقليم الصحراوي، هي حشائش الاستبس اللي هي القصيرة اللينة اللي بيربى عليها الماعز والأغنام. بعد كده عدد الأفراد في سن العمل والقادرين عليه فعليا أو يبحثون عن العمل، الناس اللي تقدر تشتغل أو بالفعل هي بتعمل أو بتبحث عن عمل، دي كل ده اسمه قوة العمل. قوة العمل منطقة قليلة المطر تقع عند السفوح الداخلية للجبال اللي هي بعيدة جدا عن البحار وهي خلف البحر، يعني في الجهة الخلفية للجبل بعيد عن البحر ما بتشوفش البحر، ودي بيبقى أمطارها قليلة وتسمى منطقة ظل المطر. منطقة ظل المطر. بعد كده سهول كونتها الرياح عن طريق النحت والإرساب. السهول اللي بتكونها الرياح عن طريق النحت والإرساب دي طبعا التعرية الهوائية، هي سهول صحراوية. سهول ايه؟ صحراوية، زي السهول الصحراوية اللي بين مصر وليبيا اللي هي بحر الرمال العظيم. بعد كده حركات باطنية. حركات باطنية يعني داخل باطن الأرض، في باطن الأرض، أدت إلى تكوين السلاسل الجبلية المرتفعة. السلاسل الجبلية المرتفعة وهنا تسمى حركات التوائية، اللي هي عملية لي مثلا زي جبال أطلس وجبال زاجروس، وإن حصل التواء في القشرة الأرضية وليس انكسار. طيب بعد كده المناطق الداخلية البعيدة عن تأثير البحر تعرف بالمناطق ايه؟ المناطق الداخلية بعيدة عن تأثير البحر اللي هي صحراوية، لكني مش هكتب صحراوية، الاسم الجغرافي بتاعها مناطق قارية. طيب بعد كده سكان تعيش حياة التنقل والترحال للبحث عن الماء والعشب ويمثلون نسبة قليلة. السكان تعيش حياة التنقل والترحال للبحث عن الماء والعشب ويمثلون نسبة قليلة، دول هم سكان البدو. سكان البدو. سكان تعيش حياة التنقل والترحال للبحث عن الماء والعشب ويمثلون نسبة قليلة من عدد السكان، وطبعا هنا حياتهم غير مستقلة، يبقى هم سكان ايه؟ البدو. بعد كده نحت الرياح للصخور ونقلها وإرسابها. نحت الرياح للصخور ونقلها وإرسابها يعني تلات عمليات. الرياح اللي هي الهواء الشديد لسرعة شديدة بتنحت في الصخور، بتاكل يعني في الصخور، وبعدين بتنقلها عن طريق الرياح وترسبها زي رياح الخمسين كده. ولما بيحصل عملية الإرساب بتؤدي ان هي ممكن تعمل كثبان رملية او سهول صحراوية. هنا بنسميها التعرية الهوائية. التعرية الهوائية وهي بتؤثر في تشكيل سطح الوطن العربي. بعد كده هضبة تمتد من غرب البحر الأحمر شرقا حتى المحيط الأطلنطي غربا. هضبة بتمتد من البحر الأحمر شرقا حتى المحيط الأطلنطي غربا، ومن شمال البحر المتوسط هنا هضبة أفريقيا الشمالية. هضبة أفريقيا الشمالية وهي أكبر هضبة، أو بنسميها الهضبة الأم اللي هي هضبة أفريقيا الشمالية. دلل السؤال الثاني، دلل صحة كل عبارة مما يأتي. هنا دليل على صحة العبارة الجغرافية، يعني بالتالي كل هذه العبارات صحيحة، ولكن احنا عايزين الدليل على صحة هذه العبارة. أول نقطة، يعاني الوطن العربي من خلل في توزيع السكان. ليه الوطن العربي، او ايه دليلك ان الوطن العربي بيعاني في خلل في توزيع السكان؟ هنقول بسبب العلاقة الغير متوازنة بين عدد السكان والموارد الاقتصادية المتاحة، يعني عدد السكان غير مناسبة للموارد الاقتصادية المتاحة. يبقى نقول حيث ان لا يوجد
توازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية المتاحة. رقم 2، تعرض الوطن العربي للاستعمار نتج عنه مشكلات سياسية. دليل ايه ان الوطن العربي لما تعرض للاستعمار ادى الى مشكلات سياسية؟ او ممكن يقول لي ما النتيجة المترتبة على تعرض الوطن العربي للاستعمار؟ ايه المشكلات السياسية؟ هقولها: تقسيم الوطن العربي، مشكلة فلسطين، مشكلة دارفور. يبقى انا كده عندي 3 نقط عادي ممكن اكتبهم: تقسيم الوطن العربي، مشكلة فلسطين، ومشكلة دارفور. طيب رقم 3، تتميز السهول الساحلية في الوطن العربي بتنوع الموارد. السهول الساحلية فيها تنوع للموارد. انا عندي سهول ساحلية خدناها اللي هي بتاعت البحر الاحمر بتدل على البحر الاحمر، وسهول ساحلية بتدل على البحر المتوسط. السهول الساحلية هنا اللي بتدل على البحر الاحمر غنية بالموارد المعدنية ومصادر الطاقة، اما السهول الساحلية اللي هي على البحر المتوسط فهي صالحة للزراعة. يبقى هنقول دليلي ايه بقى؟ حيث يوجد سهول البحر الأحمر وهي غنية بمصادر الطاقة، وسهول البحر المتوسط وهي صالحة للزراعة. بعد كده توجد علاقة قوية بين الأنشطة الاقتصادية وتوزيع السكان. يبقى ما الدليل أو دلل جغرافيا على أن هناك علاقة قوية بين الأنشطة الاقتصادية وتوزيع السكان؟ طبعا حيث ترتفع الكثافة السكانية في المناطق الزراعية والصناعية والتعدين، وتنخفض الكثافة السكانية في مناطق الرعي. أنا عندي الأنشطة الاقتصادية الزراعة والصناعة والتعدين بيزيد فيها وبيبقى كثافة السكان عدد كبير، أما في المناطق اللي بتشتغل بمهنة الرعي، النشاط الاقتصادي اللي هو الرعي، فبيكون هنا الكثافة السكانية قليلة. طيب نكتبها ازاي؟ عشان احنا اهم حاجة نعرف نكتب الاجابة بطريقة سهلة وبنفس الوقت واضحة تخليني اخد الدرجة كاملة. حيث، يبقى نقول حيث ترتفع الكثافة، حيث